يتمنى أتوجه بشكر الجزيل إلى السيد رئيس الحركة الطبقة الطبيب الذي أتاح لنا هذه الفرصة للتواصل مع أي اسم محامي الجديد. وتقبلوني سعادة كبيرة أن أتواجد بينكم وأدخل بدلبي في موضوع التملك القضائي الزجري وسؤال النجاح. هذا الموضوع له رحلية ممتدة في الماضي والمستقبل لارتباطه بمجال حقوق الإنسان وتحديدا بالحق في العيش في بيئة سليمة خالية من الظاهرة الإجرامية التي هي كما معلوم ظاهرة قديمة قدم التاريخ منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل. موضوع المقاربة القضائية الزجري على مستوى النجاح القضائية أتناوله من محورين اثنين. المحور الأول يتعلق بالنجاح الأمنية كرافعة في تحقيق الأمن القضائي الزجري، والمحور الثاني يتعلق بالنجاح القضائية ودورها في تحقيق الأمن القضائي الزجري. أنا بعجالة أريد أن أحدد المفهوم معنى بدقة. أنا في اعتقادي النجاح القضائية تعني العدالة في الزمان بالنسبة لأطراف الخصومة الجنائية. نحن نعلم أن أطراف الخصومة الجنائية هما المتهم والضحية ومبتل الحق العام والنيابة العامة التي تمثل المجتمع. بمعنى لما نقلب على المفهوم النجاة القضائية تعني حسب اعتقادي العدالة في الزمان. المحور الأول الذي يتعلق بالنجاة الأمنية يحيلنا على مفهومين أساسيين وهما مفهوم السياسة الجنائية ومفهوم الحكمة الأمنية. السياسة الجنائية كما هو معلوم أصبحت اليوم اختصاص أصيل للسيد رئيس النيابة العامة بحكم أنه هو الوكيل العام لمحكمة الأمة بينما إن كانت في الوقت السابق اختصاص أصيل بمقتضى المادة 51 من قانون الإصلاح الجنائية كانت اختصاص أصيل للسيد وزير العدل في المرحلة السابقة. السياسة الجنائية كما هي معلوم هناك لها ثلاث محاور. المحور الأول يتعلق بالسياسة العقابية، السياسة التجريم والسياسة الوقائية من الجريمة. أما فيما يخص الحكمة الأمنية يعني الحكمة الأمنية لها بعدين، كاين هناك بعد تقني وبعد بشري. وركزوا على البعد البشري في الحكمة الأمنية. هذه الحكمة الأمنية هي اختصاص أصيل للمديرية العامة للأمن الوطني، هي مجموعة من المناشير والدوريات التي تحيلها على مجموعة من مفوضيات الشرطة والدولة الأمنية حول كيفية التعامل مع الظاهرة الإجرامية وكيفية التدخلات. الحكمة الأمنية يعني تفرض نفسها لأنها مبدأ أساسي في الحكمة القضائية، كلاهما متلازمين، لا يمكن تصور حكمة قضائية دون أن تكون هناك حكمة أمنية. وأستحضر هنا قرار محكمة الأمن عدد 470 واحد بتاريخ 14/5/2013 عملي في جنحي 1/9/2013 الذي جاء بملزم لجنة الأمن الوطني بالتدخل تلقائيا خارج أوقات عمل لتقديم العون للمواطنين دون حاجة لإذن وقصائية. وأن المحكمة عندما لم تطبق الفصل 16 من دائرة 2016 وهو فصل خاص تكون قد قرارها نقص التأديب الذي يزيد. ما معنى هذا القرار هو أن موظف الأمن الوطني بإطار النجاة الأمنية يجب أن يتدخل ولو خارج أوقات عمل دون أن يأخذ الإذن من رؤسائه. هذه نوع من النجاة الأمنية التصدي إلى جهة الله هو دور السباق في الطبقة القضائية ولجهة الأمن المبارك في تصدير الظاهرة الإجرامية. من النجاة الأمنية إلى النجاة القضائية. النجاة القضائية كما قلت في السابق لها مفهوم محدد هو العدالة في الزمان. النجاة القضائية لها مراحل بدءا بالمرحلة السابقة عن المحكمة وأثناء المحكمة أثناء حالة الخصوم على قضاء الموضوع وما بعد المحكمة. بمعنى هذه النجاة القضائية يجب أن تظهر ويحس بها المواطن في خلال هذه المراحل الثلاث. بالنسبة للمرحلة السابقة عن المحكمة ونعني بذلك المرحلة التي يكون فيها المتهم وفي بعض الأحيان الضحية ماتلا أمام الطبقة القضائية. أنتم تعلمون أن بمقتضى المادة 128 من الدستور المغربي أن الطبقة القضائية اليوم تعمل تحت سلطة النيابة العامة وقدرة التحقيق. وضباط الشرطة القضائية ملزمون بالعمل في إطار نوع من التوجيه والإشراف والرقابة. التوجيه والإشراف والرقابة هذا داخل في السياسة الجنائية للدولة، هناك مجموعة من الدوريات التي تحث على المسألة. وضباط سمو الشرطة القضائية بما فيها يعني ممثل الحق العام أو قضاة التحقيق ملزمون بالتقرير والإشراف والتوجيه. وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة المفهوم المدني للكلمة. وهذا فرض عين على كل ضابط سامي للشرطة القضائية. للأسف أن هذا
السلع وبالضغط الذي يواجهه يريد بعض الزمود، يعني قليلة من الحالات التي تلوح إلى ضباط تسعي الشرطة القضائية أو باتفاق ضباط الشرطة القضائية، علما أن التكوين ديال ضباط الشرطة القضائية هو اختصاص ديال المعهد الملكي للشرطة ولكنه غير كافي. للأسف من خلال الممارسة العملية وأنا أتحدث تحت الهيئة الخاصة بالتدريب العام أن الضباط حاليا يفتقدون التكوين ويفتقدون التفاق، تجد ضابط لم يطأ قدمه قط كلية حقوق له صفة ضبطية على خطورته، لذلك فأقول بأن الضباط الزمون الشرطة القضائية ملزمون بتفريق الضباط العاديون، وهذا التزام كما قلت بتحقيق الانسجاب لتكون المحاضر في المستوى اللائق. عمل الضابط القضائية هو عمل إداري وحين تكون عمل قضائي، لأن كان هناك دور استباقي للضابط القضائي في التصدي للظاهرة الإجرامية، لذلك فالمرحلة الموالية التي تحدث عنها هي المرحلة التي تبدأ أثناء المجول أمام قضاء الموضوع أمام القضاء الجنائي. النشاء القضائي هنا يتخصم جميع أطراف العملية القضائية، ليس القاضي وحده، والذي نؤمن بأنه يجب أن يكون متخصصا في المادة الجنائية، وهذا يجب أن الدور الذي يلعبه مع العمل القضاء في خط واحدة خاصة بالقضاء الجنائي، سواء قضاء النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو قضاء الحكم، يعني التخصص يعطي دائما الفاعلية. بالنسبة للأطراف المتدخلة في العمل القضائية، ونعني بذلك مسائل القضاء من فيهم المحامون ومن فيهم الخبراء، يجب أن ينخرطوا في ما يعرف بالنشاء القضائي، لأن لا يمكن أن نتصور يعني طرف تأجيل قضية بأسباب وهية أو بطرق ملتوية من طرف محامي، يعني نعمل شيء ولكن بحالة تنعيشها، لا يمكن أن نتصور تأخير قضية لكون الخبير لم يوجد خبرة أو أنه أهمل إنجاز الخبرة. لذلك عندنا العهد الدولي للحقوق السياسية في المادة 11 يقول بأن يجب على المتهم أن تثبت القضية في أجل معقول، يعني هذا التزام دولي والتزام كوني. فيما يخص ما بعد المحاكمة، يعني هناك محورين يتعلقان بجودة الأحكام، تسبيب الأحكام، يجب على القاضي الجنائي أن يسرع في تحرير الحكم، ويجب على كتابة الضبط أن تهيئ الملف والتقرير الاستئنافي، يعني جلب الملف لإحالته على المرجع الاستئنافي، لأن التظلم هو حق كوني. يجب كذلك النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام القضائية الزجرية، سيما عندما يكون المتهم في حالة صراح، لتكون حالة اعتقال بكل الأشكال، ولكن لتكون حالة صراح يجب أن تبادر النيابة العامة إلى تنفيذ الأحكام القضائية، لأنه لا يمكن الحديث عن الحكم إلا نفذ له. هذا مبدأ كنا درسنا في الشريعة الإسلامية عندما كانوا يتكلموا عن تنفيذ الأحكام القضائية. عموما ان يمكن باختصار القول ان النجاة القضائية هي محور كل محاكمة جنائية عادلة، وهي التي تعزز الأمن القضائي التجاري. وشكرا. شكرا دكتور، الشكر جزيلا.